السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. هذا فهد الهويسين، واصف ومعلق إن شاء الله على هذه البطولة وأحداث هذه البطولة. ينضم معي ضيوف ثقيلين صراحة في مجال الرياضات الإلكترونية. معي اليوم الكابتن خالد العوفي. كابتن خالد بطل 3 قارات، بطل آسيا وبطل أفريقيا وأستراليا. حياك الله خالد، منورنا اليوم. هلا والله فهد، امسي عليك وعلى المشاهدين وعلى ياسر الحارثي. ان شاء الله باذن الله نشوف بطوله جميله ونستمتع فيها سوا. ما مشكله، مع انك حرقت علينا الضيف الثاني، لكن حياك الله يا خالد. معنا بطل غرب اسيا في اخر بطوله على مستوى غرب اسيا، معنا الكابتن ياسر الحارثي. حياك الله ياسر. علينا اخوي فهد، احب امسي عليك وعلى خالد العوفي وعلى المشاهدين الكرام، واحب اشكر بلاهيرا على اعطاء الفرصه كمحلل. احب انها تجربه جديده لي، وان شاء الله نستمتع معكم مع المشاهدين الكرام باذن الله. مستمتعين بحضوركم، مستمتعين بحضور اللاعبين، ومستمتعين بحضور الجمهور. يعني مثل هذه البطولات دائما تضيف يعني الشيء الكثير، سواء على مجتمع اللاعبين او على مجتمع القطاع الخاص، التنظيم، الكبار الشخصيات. طيب، ما راح نطول في الكلام يا خالد، ولا راح نطول الكلام يا ياسر. اللاعبين جاهزين، راح ننتقل ان شاء الله الان الى المباراه بين نايف ومشاري. المباراه الان بين نايف ومشاري ان شاء الله راح، او بين مشاري عفوا ويحيى قاسم. المباراة الآن راح تكون بين مشاري ويحيى قاسم. مشاري صالح المطيري ويحيى قاسم نشيلي. مشاري صالح المطيري ممثل الكلية التقنية بالمدينة المنورة، ويحيى قاسم علي ممثل الكلية التقنية بالعارضة. بإذن الله نشوف جيم جميل. ننتظر نشوف إن شاء الله الآن المباراة النصف النهائي بين مشاري ويحيى. بانتظار الصورة. مثل هاللاعبين يا خالد، ممكن ما نعرف عنهم الشيء الكثير، لكن هاللاعبين هذا في مثل هذه البطولات دائما ما نشوف وجوه جديدة، ممكن منها يوصلون لساحة الاحتراف وساحة ان يبدأ، خلنا نقول لك، يزاحم اللاعبين سواء محليا او عالميا. تتفق معي يا خالد او لا؟ صحيح، مثل هذه الفرص فهد تطلع لك اسماء جديده، يعني ما يعني من ناحيه اللاعبين المعروفين من بالعالم الفيفاوي، ما نعرف مين مشاري مطيري، ما نعرف مين يحيى قاسم، لكن الان بالبطوله هذه بدينا نعرف الاسماء الجديده. هذه تعتبر فرصه لهم، ممكن ان نشوف مثلا بالايام القادمه بالموسم الجاي مثلا واحد من اللاعبين الاربعه المتاهرين بالنصف النهائي بهذه البطوله يكون مثلا ممثل لاحد الانديه، يلعب باحد التصفيات، يصير يلعب في الشامبيونز، يصير ياخذ الموضوع بجديه اكبر. جميل جدا ياسر. يعني مثل هذه البطولات ما راح نتكلم على مستوى اللعيب الفني بحكم ممكن ما عندنا ذكر الخلفيه الكبيره عن مستوى اللاعبين، لكن راح اسالك ايش تعطيك نفسيا مثل هذه البطولات؟ هل ممكن خلينا نقول تحجز تكسر حاجز الخوف النفسي؟ هل هي ممكن خلينا نقول تعطي خبره؟ يعني وش اللي تستفيد ممكن من هذه البطولات؟ مثل البطولات اخوي فهد يعني تعطيك دعم معنوي لنفسك انت ذاتي، يعني ممكن تكسر عقد، ممكن تخليك تنافس توصل بعيد. يعني اسامي كانت مغموره في البدايه، تشارك بطولات مثل هذه بعدها كم سنة كم فترة كذا تلاقيها واصلة بحافل دولية. صحيح، فممكن تكسر عقد زي وقت. جميل جدا، ان شاء الله موعودين ببطولة ممتعة، موعودين بأسماء جديدة، موعودين بمنافسة شديدة. المباريات أكيد يعني أربع خصوم وصلوا لمرحلة متقدمة، أكيد راح نشوف صفوة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة. البطولة في شيء يعني صراحة مميز يحتاج الذكر، أنه فيه متسابقة وصلت اللي هي دور نصف النهائي، رغد سلمى الرشيدي في طالب في الكلية التقنية بالمدينة المنورة. ما شاء الله عندنا مشاركين اثنين في الكلية التقنية بالمدينة المنورة. خالد نبغى يعني زي ما تقول نبغى
شيء بسيط يعني انه حتى العنصر النسائي بدا ينافس في مثل هذه البطولات. رايك يا خالد؟ شيء جميل جدا، فشيء جميل جدا ان نشوف جميع الناس من مختلف اجناسهم انه قاعدين يلعبون فيفا ويحاولون يوصلون لمراكز بعيده فيها. حاليا نشوف راغد الرشيدي واصل نصف نهائي في بطوله مشارك فيها تقريبا اكثر من 384 شخص، يعني مش رقم مو بسيط، وتوصل نصف نهائي. هذا يدل على المستوى اللي قاعد تقدمه، يعني هي حاليا افضل من 300 وخلنا نقول افضل من 380 شخص لعب بهذا البطوله. صحيح. فمن خلال انه تركز على هذا الشيء تطور مستواها اكثر، ممكن ان نشوف رغد بالسنة الجايه مثلا تمثل الهلال مكان ياسر الحات. ممكن، ليش لا؟ طبعا هو شوف، هذه يدلك على انه في شغف كبير في الرياضه الالكترونيه عندنا، سواء كان من زي ما قلت من جنسين، سواء كان ذكور او اناث. يعني عندنا خلينا نقول خاصه في كره القدم، يعني كره القدم انت عارف انها الرياضه الشعبيه الاولى عندنا، وممكن حتى بعدها الان على طول تجيك الرياضه الالكترونيه. نشوف فيه اهتمام كبير سواء من مشاهير، سواء من مسؤولين، سواء من اللاعبين. يعني الارقام تتكلم، يعني انت شايف الارقام اللي ارقام المشاهدات، ارقام المتابعات، ارقام المبيعات، يعني ارقام جدا كبيره. وهذا يدل على شغف كبير في الرياضه الالكترونيه عندنا هنا في المملكه العربيه السعوديه. و يعني ان شاء الله نشوف سواء عنصر نسائي او عنصر رجالي، المهم في الاخير عندنا هو ان نشوف ان شاء الله ابطال، نشوف عندنا منافسه شرسه، نشوف عندنا اكثر من بطل في على مستوى المملكه العربيه السعوديه. يعني زي ما نشوف الان على ساحه الاحتراف عندنا ابطال كثار في على منصه مثلا او على لعبه فيفا. عندنا مثلا مساعد الدوسري، عندنا خالد العوفي، عندنا عبد العزيز الشهري، عندنا ياسر الحارثي، وعندنا ابطال كثير سبق لهم ان مثلوا المملكه في بطولات خارجيه ومثلوا خير تمثيل يعني، وشرفونا صراحه في البطولات الخارجيه. ما ادري اذا في مشكله ممكن تقنيه في مباراه مشاري ويحيى، جالسين ان شاء الله نحاول نحل المشكله باسرع وقت ممكن. البطولة يا ياسر بس عنها من ناحية، أو أعتقد أنها جاهزة المباراة. نعم المباراة جاهزة وصار لها 3 دقائق بادية. بول بوكبا بدأت بين مشاري المطيري ويحيى قاسم كانتي. يحيى قاسم هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي. يحيى على الجهة اليمين، كرة تصل لكانتي، مشاري على الطرف اليسار، انطلاقة ممتازة عن طريق كومان في هذه اللحظات. بداية المباراة الكرة على الطرف عند لوكاس تيني، قرأها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. الكرة بتقطع توصل عند اليوم لدينا مواجهة خاصة على أرضية الملعب، حيث يتواجد امبابي في مقابل أنطوان غريزمان. امبابي هو لاعب عنده سرعات كبيرة وشكل تهديد كبير على المدافعين بانطلاقاته. حتى لو قاعدين نشوف ما ادري يا خالد انت مركز معي في الجيم او لا، في حاجة غريبة عند اعتقد مشاري، اللي هو انه قاعد يلعب قلب دفاع كظهير ايسر. صحيح. اللي هو كيمبيمبي. هم قاعدين يلعبون مواسم فهد، منتخب فرنسا ما في ظهير يسار ممكن يكون يعني يؤدي الغرض، فممكن انه يبغى يركز انه يخلي 3 لاعبين جالسين ورا طول الوقت، بحيث انه ما يقدموا ابدا ويخلي مثابه القلب اكثر من انه ظهير يسار. ممتاز. طبعا هنا الاسلوب يختلف في لعبه المواسم، الطريقه تختلف، يعني انت عارف الامكانيات حتى اللاعبين في الالتيميت تيم تتكلم عن بطايق 98 99، هذه جدا تفرق عن امكانيات لاعب 82 83. ففي يكون فيه ما نقول ضعف الامكانيات، لكن نقول في امكانيات محدوده على مستوى بطوله الكيكوف. واضح انه مهاري اللي هو مشاري المطيري، واضح انه يعتمد خلينا نقول على الحسحسه، وانت ملك الحسحسه يا خالد. الحسحسه هذه كلام كريم، شيء ثاني عندك. صحيح. هو الكلام على قديش اللاعبين هذول متمكنين خلينا نقول الجليتشات او الاشياء اللي ممكن تخليك تفوز بالمباراه فيفا 21. قديش اللاعبين هذول متمكنين، مين اكثر منهم تمكن ومين اقل منهم يسوي اخطاء دفاعيه.
صحيح. ما الصراحة الطورة الكيك أوهو حلوة 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 حلوة، مهارة جدا ممتازة كانت من كيليان مبابي، مهارة معروفة، مهارة البريدج، سوال بريدج وكان ممكن إنه يسجل، لكن والله ها 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 صارت لا 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 تصدي آخر هجمتين في ظرف دقيقة. هذه الهجمة أعطتها ثقة يا خالد، أعطتها ثقة ولا لا يا خالد؟ صحيح يعني حاليا هجمتين، يعني أنا دائما إذا وصلت قدام الباب فهد وضيعت اوكي ابزعل اني انا ضيعت هجمه محققه، لكن بفكر انه والله انا وصلت الباب وقدر الباب. يا سلام يا سلام، لا 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 مشاري جدا مهاري، مشاري قادر انه يوصل وضاغط حتى يحيى في مناطق قاعدين نشوف الكره خمس دقائق تقريبا في منطقه الخصم. يا سلام يا مبابي على المهاره، لكن قراءه جدا ممتازه من يحيى قاسم اللي يحاول انه يستعيد او يبني هجمه. الان تحتاج الى بنايه ثقه مش بنايه هجمه يا يحيى، هاجمك كثير عليك انك تهاجم، عليك انك تروح، عليك انك تبني هجمه. نشوف مبابي، نشوف قراءه جدا ممتازه من اللي هو مشاري المطيري، لعب كره طويله لكن تصل الى حارس المرمى لوريس اللي حاول يبني هجمه. الان زي ما احنا شايفين كيمبيمبي يلعب كظهير ايسر، لا او لا ممكن قاعد يلعب بخمسه دفاع، يلعب بخمسه دفاع اللي هو يحيى قاسم، تحفظ دفاعي كبير من يحيى بعكس مشاري مطير اللي قاعد يلعب بشكل جدا مميز في منطقه الهجوم. كيليان مبابي عندك يا يحيى بنايه هجمه، الكره على طول واصل للطرف، يبحث عن زميل يلعبها للطرف، واحد اثنين اخذ وقته في البناء، وين الكره وصلت عند توغريزمون، يا سلام يا سلام صارت 1-0، خطف الجول وخطف قلوب المشجعين، 1-0 ليحيى قاسم، يا سلام يا سلام، 1-0 صارت النتيجه لمصلحتك يا يحيى قاسم، ومن قدك ضغطك وسجلت هدف. حلوه مثل هذه الاوقات يا خالد، هذه الاوقات لما انت تكون مضغوط وتسجل هدف ترجع لك الثقه بشكل كبير. صحيح، يعني على عكس مجريات المباراه فهد، يعني خلال ال 30 دقيقه اللي راحت مشاري كان افضل، مشاري كان اخطر، مشاري كان يوصل للباب يحيى بشكل اكثر، لكن من هجمه واحده خطا واحد استغله يحيى وقدر يسجل هدف. صحيح صراحة، خلينا نقول ممكن يحيى لاعب تكتيكي أكثر من مشاري، مشاري خلينا نشوف إنه قاعد يمتع، قاعد يؤدي مباراة بشكل هجومي بعكس مشاري اللي قاعد يحاول إنه يلعب على الميتا، قاعد يحاول يلعب على أخطاء اللعبة، قاعد يحاول يلعب على أكثر الخطط ممكن تميز في لعبة فيفا 21. أتكلم من ناحية دفاعية، خطة 5-3-2 التوزيع، وممكن نشوف حتى في كرة القدم الواقعية بدت كثير من أندية كرة القدم تلعب بالخمسة دفاع، نشوف تشيلسي، نشوف ريال مدريد، ونشوف أيضا برشلونة من كبار الأندية الأوروبية والعالمية واللي تشارك في بطولات الدوري أبطال أوروبا أو الشامبيونز ليج، ما زالت تلعب بهذا الأسلوب، أسلوب جدا جديد في كرة القدم. لكن كرة طويلة، مبابي بسرعة راح، مبابي مبابي، لكن راحت راحت راحت، تحكم جدا رائع بحارس المرمى منك يا يحيى، الكرة وصلت للطرف، 40 دقيقة مرت، كومان لعبها لمبابي، مبابي مبابي، لكن شوف قد ما يوصل، قد ما انه قادر يوقفه بطريقه جدا ممتازه، جدا رائعه يا مبابي، حاول لكن يقطع الكره، كثير المناطق يحيى قاسم الكره في ملعبه، لكن يحاول يشتت الكره، ممكن يبحث عن مرتده او لا، ممكن يهدي الرتم، لا والله هدي الرتم، قاعد يحاول يلعب كره طويله لكن الكره بتقطع، في الكره ما زالت في نصف الملعب، محاولة بناء هجمة من جديد، عنده كم كبير من اللاعبين في مرحلة بناء، ما يتعب يا خالد أبدا لما يحاول يبني هجمة اللي هو يحيى قاسم، عنده 5 لاعبين في الباك، ياخذ وقته ياخذ راحته، ونسبة الخطأ تقل تماما في عملية البناء من الخلف. صحيح، ما شفت حتى الآن يحيى أخطأ أي خطأ من الناحية الدفاعية، يعني متحفظ، اتوقع انه يلعب اوه ضربة جزاء، ضربة جزاء في الدقيقة 45 في اخر الدقائق، ضربة جزاء ممكن تعطي افضلية الان ليحيى. وينك يا مبابي، وينك يا مبابي، حطها يمين ولا يسار، حطها يسار وصار اللي صار، وخذ الاخبار، 2-0 ليحيى قاسم، يحيى قاسم يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، الله الله عليك يا يحيى من قدك، 45 دقيقة تكتيكيا انتصر فيها، شوف هجمتين هدفين، انا هو يحيى يقول لك انا لما اوصل راح ادق الباب،
هو يقول لك يحيى انا لما اوصل راح ادق الباب. تقييمك اللي صار في شوط المباراه الاول يا خالد؟ شوط المباراه اول بصراحه كمستويات فنيه انا اقول لك مشاري قدم مباراه افضل من يحيى، لكن كتكتيك يحيى عرف ايش يبغى يلعب، ايش يبغى من المباراه، لعب على تفاصيل صغيره، لعب على اخطاء خصمه. وفيفا 21 وبالبطولات بشكل عام المفروض انك تلعب بهذا الاسلوب. يحيى مو قاعد يلعب خمسة دفاع، يحيى قاعد يلعب 4-12-12، لكن معطي المحور اللي هو التكتيك انه يقعد بين المدافعين، بحيث انه بالحاله الدفاعيه يكون عنده 5 لاعبين دفاع. جميل جميل، حتى يعني واضح انه في فكر جدا ممتاز من يحيى في عمليه انه كيف انه يعني خلينا نقول لك يهجن من خطه ال 5-3-2، انه يخليها اكثر فاعليه عن طريق انه يلعب 4-12-12 مع دخول المحور بين خط الدفاع. شوف الكرة، شوف الهجمة، 2-1 2-1 2-1. حتى ما يبغى يحتفل، يقول لك انا احتفل لما اجيب الثالث ولا اجيب الثاني وتكون النتيجة اقرب. صارت النتيجة 2-1 والنتيجة الان صار فيها تقارب من اخطر النتائج في كرة القدم يا خالد. 2-0 دائما دائما 2-0 فيها يعني خلينا نقول تعطيك ثقة كبيرة في المباراة، تحس انك قربت كثير من المباراة، لكنها يعني من اكثر الخطط اللي خلينا نقول لك عليها تعطيك ثقة مفرطة، تعطيك ثقة ممكن تكلفك خسارة المباراة يا خالد. صحيح، يعني انا وانت فهد نعرف انه انت لما تكون متقدم 2-0 خصمك لما يسجل هدف ويقلص الفارق الى 2-1 انت يجيك ضغط نفسي، في المقابل خصمك يجي حماس انه انا قدرت اسجل هدف خلاص الان بجيب التعادل وابغى اسجل هدف ثالث. بالضبط بالضبط صحيح، ممكن هذه الاشياء نشوفها خاصه في المباريات اللي تكون فيها ريمونتادا، نقول كيف صارت، كيف يعني رجع الفريق الخصم، كيف يعني اكيد هذه العوامل النفسيه عوامل جدا ضروريه في مثل هذه المباريات. على العموم كانتي بيحاول يبني هجمه في الطرف، لكن كثير من الكرات المقطوعه من من اعتقد من نايف المطيري اللي قاعد يحاول يبني هجمه الان في الطرف يبحث عن زميل، لكن برضو كانتي سوبر، كانتي اللاعب خلينا نقول بالعاميه اللاعب الغثيث في خط المنتصف في الكره على الطرف. عندك كومن ممكن يلعبها لديمبري، ديمبري لمبابي ولا لمين، في العارضه في العارضه في العارضه في العارضه، العارضه ترفض ان يسجل هدف ثاني. وشوط ثاني كان يعني ترجم افضليته صراحه في شوط المباراه الاول بهدف وبكره ارتطمت في القائم الايسر، كان ممكن يسجل من خلال هدف ثاني ويقترب النتيجة. الآن وضعك جدا صعب، وضعك جدا صعب يا يحيى، وقاعد تحاول تبحث عن فرصة أنك ترجع في المباراة أو أنك حتى تحافظ على هذه النتيجة. ما زال يحاول، ما زال يبحث عن خصمة، يبحث ممكن عن باص، راح بكانتي والقائم مرة أخرى، يتصدى القائم مرة أخرى وكان يقف مع أصحاب الأرض في هذه المباراة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شوف الكرة، شوف الكرة واصلة لكن بيقطع الطريق عليه، يقطع الموية، يقطع الكهرباء، يقطع جميع وسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، يقطع كل شيء ممكن يوصله لمرمى اللي هو يحيى. ما زال مشاري يبحث عن الهدف الثاني، يبحث عن الفرصة، باقي 20 دقيقة، تقدم في الطرف الآن، مبابي سريع، مبابي يبحث لكن الكرة بتقطع، محاولة بناء هجمة على الطرف الأيمن، دائما يحاول يلعب على الكرات الطويلة، يبحث عن خلينا نسميها الكرات البيضاء، يبحث عن الأطراف، يبحث عن كل شيء، ضربة ركنية، عندك فاران، عندك كيمبيمبي، من ممكن يسجل؟ يلعبها كباص، يلعبها بالطريقة التقليدية في لعبة فيفا 21، لكن في الأخير الكرة بتقطع، باقي ربع ساعة، إيش الـ الأشياء اللي ممكن تعدلها في هذه المباراة، إيش الأشياء اللي ممكن تترجمها في هذه المباراة وممكن تعطيك الفوز يا مشاري أو يحيى. كرة طويلة وصلت لدبلي، راح عثمان، صارت ثلاثة
صارت ثلاثة، صارت ثلاثة في الدقيقة 75، 3-1 نتيجة المباراة. قلت لك لما يوصل راح يدق الباب يا خالد، قلت لك لما يوصل راح يدق الباب. ثلاثية ثلاثية يعني خلينا نقول يعني صراحة نتعلم من يحيى في مسألة الفينش يا خالد، فينشه جدا جميل جدا صراحة يحيى في الفينش. صحيح يعني قاعدين نشوف إبداع من ناحية مشاري ببناء الهجمة، لكن لما يصل قدام الباب مو قاعد يستغل، ناقصة اللمسة الزايدة، اللمسة اللي خلاص تضمن لك الهدف بنسبة 100%. بالمقابل هذه اللمسة الزايدة موجودة ما شاء الله عند يحيى، ما وصل الباب إلا تقريبا 4 أو 3 مرات خلال المباراة، وكلها ترجمت بأهداف. بينما مشاري حتى الآن مسجل له 7 أهداف محققة، ما سجل منها إلا هدف. صحيح، هذا يدل على انه يحتاج ممكن مثل هذه البطولات تبين مثل هذه الاخطاء يا خالد. يعني انت مثلا لما يكون عندك اخطاء ويكون موجود متحللين يكون وجود محللين بمثل خالد العوفي وياسر الحارثي راح يعطي خلينا نقول ممكن يعني كفائده له حتى هو كلاعب، بحيث انه يعرف اخطاء، بحيث انه يعد من الاشياء هذه ممكن تخليه ينافس في البطولات القادمه. صحيح، يشتغل على هذا الشيء، يعرف أخطاءه. يعني حاليا بمثابة أول بطولة له أكيد أنه بيكون متوتر، مشاري قدام الباب راح يحاول أنه يسجل هدف بأسرع طريقة ممكن، توصل قدام الباب خلاص أنا بشوت. قاعدين نشوف أنه يلعب على المرتدات بشكل واضح، يعتمد على لاعب لاعبين في مرتدة فيها أوفسايد يا يحيى، أعتقد نعم فيها أوفسايد. النتيجة حتى الآن 3-1 تقدم يحيى على مشاري، تقدم مستحق. ياسر إذا تسمعني، إذا في بعض الأخطاء اللي وقع فيها مشاري بغض النظر عن المشاكل اللي كانت هي وصوله في داخل 18 وعدم استغلال الفرص، مشاري صراحة كان مستعجل يعني في الهجوم، كان مستعجل زي ما قال أخوي خالد، يعني كان مستلم قاعد يسوي كل شيء، قاعد يبني كويس، قاعد يعني بادر، لكن ما تنقص اللمسة الأخيرة، تنقص اللمسة الأخيرة يعني ضيع. يا سلام يا سلام يا سلام، حتى هذه لازم تسقع القائم، موعودين بخمس دقائق من نار من شرار، 5 دقائق هي يا ترجع يا خلاص، يا ترجع يا ممكن نروح للمباراة الثانية. صارت نتيجة 3-2، مباراة لن تحسب إلا في الدقيقة الأخيرة، إلا في الدقيقة الأخيرة. قاعدين نشوف مارسيال هالطرف، عندك بوغبا، عندك بوغبا، لعب البوغبا، بوغبا وين يحاول إنه يكسب العديد من الدقائق الآن. أكيد شوف حتى ما حاول يلعب الهجمة، هذا يدلك على أن في خبرة، هذا يدلك على أن في عقلية كروية كبيرة جدا في محاولة سيطرة على الكرة، لكن ممكن تيجي عليك مرتدة في مثل هذه الدقائق، ما راح يرحموك، ما راح يرحموك. لكن فاران يقطع الطريق دقيقة دقيقتين معها، ممكن تنتهي هذه المباراة، كرة طويلة ساقطة، وين الكرة صايرة؟ لعبها من جديد، هذه ممكن تكون آخر هجمة، باقي دقيقة في المباراة، دقيقة صعبة، صعبة أنك تبني فيها هجمة، صعبة أنك توصل، ما عدا ممكن تقطع كرة تلعب كرة طويلة، ممكن الآن تلعبها طويلة، لو وصلت هذه ممكن كنت تتكلم عليها، لعبها وصلت لديمبلي، ديمبلي لمبابي، مبابي صارت الحكم، الحكم قفل على المباراة، قال له خلاص انت ضيعت كثير، ما راح اعطيك فرصة، ما راح اعطيك وقت كثير. مبروك لي يحيى، هارد لك لي اعتقد مشعل او عفوا مشاري. مباراة جدا كبيرة صراحة شفناها يا خالد، مباراة جدا استمتعنا فيها، مباراة يعني فيها تنافس جدا كبير، مباراة لم تحسم الا في الدقيقة الاخيرة يا خالد. صحيح، بكل امانه كنت اتوقع مشاري يرجع صراحه، يعني بالرغم من انه كان متاخر 2-0، لكن جاته هجمات، جاته تقريبا زي ما قلت انا مسجل له 7 هجمات محققه قدام الباب، يقدر يسجل اهداف، ما للاسف ما ترجمها بشكل كويس، ما انا بشكل كويس، قله خبره، وممكن يكون توتر بسبب انه طالع لايف في بطوله لاول مره تبث. ما قصر مشاري، يعطيه الف عافيه، الف مبروك ليحيى، مباراه تكتيكيه جدا جدا ممتازه من قبل يحيى، يستاهل التاهل النهائي. طيب الان احنا بانتظار المباراه الثانيه بين نايف الغالب ورغد الرشيدي، الفائز منهم راح يلعب مع يحيى،
والخسران راح يلعب في تحديد مباراة المركز الرابع والثالث أو الثالث والرابع مع مشاري بن صالح المطيري. المباراة الأولى صراحة فاجأتني صراحة من ناحية المستوى، يعني صراحة ليفل كبير صراحة، ممكن كنا متوقعين أنه يكون يمكن خصم على خصم، ممكن يقول أنه في بعض الخصوم وصلوا مثلا إلى المراكز مثلا من دون مستوى أو مثلا من دون أنه يواجه خصوم، لكن واضح الإمكانيات الكبيرة عند الخصمين، يعني حتى تكتيكيا واضح يا خالد أنه حتى مشاري المطيري تحسن من الناحية الهجومية لما غير في خطة 3-5-2 وبدأ يلعب على عملية الضغط العالي. مثل هذه القرارات تفرق يا خالد، ممكن ترجعك مباريات، ومثل هذه القرارات مثل هذه القرارات يعني شفنا كثير من المباريات رجعت بسبب قرارات، بسبب تغيير في الخطط، بسبب تغيير في التكتيكات. صحيح، واضح ان عندهم خبره بالنهايه، يعني هم كانوا افضل من افضل اربعه من 384 مشارك لعب بهذه البطوله، شيء واضح ان عندهم خبره فيه، قاعدين يسوون اشياء المحترفين اشوفهم قاعدين يسوونها، المثلثات البينيه اللي من خلف المدافعين، تحريك الحارس، شفت يحيى قاعد يحرك حارس، التكتيكات يحيى قاعد يستخدم المحور انه يجي بين المدافع بين المدافعين كمدافع خامس، في خبره، في خبره واضحه عند اللاعبين انه مو يعني مو فيفا مو بشيء جديد عليهم. الجميل يا ياسر اللي شفته في المباراه انه في ابتكار حتى، يعني انت تلاحظ ممكن في بعض اللاعبين يحاول يقلد بعض الاساليب اللي عند بعض المحترفين، يلعب نفس خطته ويلعب نفس تكتيكه، يجيب حتى نفس عناصر احيانا اذا كنا نلعب او كنا نتكلم عن طور الالتيميت تيم، لكن قاعدين نشوف اليوم في ابتكار، في ابداع من يحيى في النقطة اللي هي إنه يلعب عن طريق الأربعة 12 يلعب دروب بتوين ديفندر، سواء كان يعني حسن من ناحية الدفاعية أو إنه أخطأ من الناحية الهجومية. رأيك باللي شفته اليوم يا ياسر من يحيى قاسم؟ يحيى قاسم صراحة كان تكتيكيا أفضل، يعني كان متحفظ، كان يعني دفاعيا كان ممتاز جدا، استغل الفرص تقريبا من 3 هجمات 3 أجوال، يعني اللي شفناه من يحيى كان شيء كبير في الدفاع، مستويات اللعيبة يعني تقريبا ما تقل على المحترفين. صحيح، أسامي مثل الأسامي يعني مشاري يحيى إن شاء الله نشوفهم يعني في المحافل الدولية بإذن الله. بإذن الله صراحة ما بيقول متفاجئ بقد ما أني جدا سعيد أني شفت مستوى بمثل هذا المستوى من سواء من يحيى أو من مشاري، لأنه صراحة قدم مباراة يعني تليق باسم البطولة وتليق بالحضور وبمشرفين البطولة في هذا اليوم. بانتظار الآن المباراة الثانية بين نايف الغالب ورغد الرشيدي. تتوقع يا خالد ممكن نشوف رغد في النهاية توصل حتى في النهاية؟ ليش لا، يعني هي بالنهاية وصلت لهذا المكان، يعني إيش المانع أنه مثلا ما توصل النهاية في حال قدمت المستوى الكويس، في حال ما تأثرت بضغط البطولة، لعبت اللعبة اللي هي متعودة دائم تلعبه في بيتها، أكيد أنه ممكن توصل النهاية بإذن الله. إن شاء الله موعدين بنصف نهائي وبنهائي بمستوى كبير وكبير جدا. خالد بسألك عن حاجة، يعني خارج عن موضوع اللاعبين أو خارج عن موضوع التحليلي، اللي هي موضوع البطولات مثل هالبطولات هذه اللي تقام سواء كان من المؤسسات أو سواء كان من بعض الشركات، يعني في بعض الشركات ما راح نذكر أساميها لكن بدأت تتوجه لعمل مثل هذه البطولات الإلكترونية، سواء على الموضوع على الجمهور الداخلي اللي هم العاملين أو حتى على المشاركين عن طريق أسماها. برأيك مثل هذه البطولات اللي تقدمها الآن المؤسسة العامة لتدريب التقنية المهني كأول سنة أو كأول بطولة، إيش الإيجابيات اللي ممكن ترجع للجمهور سواء للمؤسسة أو جمهور البطولة؟ شيء جدا جميل، فكرة جدا رائعة، شكرا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الفكرة، على هذه المبادرة، وإن شاء الله بإذن الله نشوف الشركات ومؤسسات ثانية يقتدون بنفس الشيء. مثل هذه الأفكار فهد لها إيجابيات كثيرة، أول شيء ترفيه للمشاهدين، ثاني شيء اللاعبين نفسهم اللي يلعبون ممكن أحد منهم تجي فرصة بعدين أنه مثلا يمثل أحد الأندية ويأخذ هذا الشيء كاحتراف وممكن كوظيفة بالنسبة له.
جوائز اللاعبين المشاركين، تشريف، ويصيرون ابطال، ايجابيات جدا جدا كثيره. فهد سواء اللي ذكرتها واللي ما ذكرتها، فاعيد الشكر لك المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وان شاء الله باذن الله نشوف بطولات كثيره زي كذا. جميل جدا. برضو في حاجه ثانيه بتكلم مع ياسر الحارثي بخصوص انه العمل دائما تكاملي، يعني في مثل هذه البطولات تحتاج الى منظم، تحتاج الى راعي، تحتاج الى يعني اصحاب خبره مثلك يا ياسر، مثل خالد العوفي. بسألك عن الدور الكبير اللي شفناه من بلهير في مرحله التنظيم، ومرحله انه كيف انك تجمع طلاب من تقريبا من كليات متعدده من جميع انحاء المملكه ويتجمعهم بهذا المنصة، تنظيم، تتكلم عن أوقات، تتكلم عن حتى يعني إحضارهم المركز اللي هو هنا موجود في الرياض اللي هو مركز ريس. يعني رأيك بالدور الكبير التنظيمي اللي قدمه بلاي هيرا في هذه البطولة؟ كل الشكر لبلاي هيرا والقائمين على البطولة، يعني عمل احترافي، عمل كبير، سواء بلاي هيرا والشركات الثانية. يعني إن شاء الله أن نشوف بطولات كبيرة مثل هذه بإذن الله، أنها ما تكون يعني ما تكون محدودة، وإن شاء الله نشوف منها أسامي صاعدة بإذن الله. بإذن الله هذا على المستوى تفضل. شيء مو سهل فهد إنك تنظم بطولة فيفا، جدا صعب، جدا صعب. صحيح. مبارك إنه يعني جايبين لاعبين من كليات مختلفة، من مدن مختلفة، 384 شخص مشارك، شيء مو بسهل يعني بصراحة. يعني أنا أقدم لهم التحية وأهنيهم بصراحة على الشيء اللي سووه ويعطيهم ألف عافية. الجدير بالذكر يا خالد لما قلت لي إنه شيء مو سهل إنك تقدم أو إنك تنظم بطولة فيفا. بطولة فيفا المعروف عنها إنها لعبة فردية، فلما تتكلم عن 348 لاعب تتكلم عن 348 شخص، بغض النظر عن بعض الألعاب خلينا نقول لك الجماعية اللي يكون فيها مثلا الفريق الواحد فيه 6 لاعبين، فأنت تتواصل مع فريق، بعكس الآن أنت تتواصل مع لاعب بكل منطقته بحسب خلينا نقول بحسب وقته، بحسب يعني أنت صعب إنك تحاول تجمع 348 شخص على وقت واحد وتحاول انك تخلص معاهم بطولة. هذا يدل على طاقة كبيرة، وفي سواء في الجهد او في العمل، في الوقت، في الخبرة، تتكلم عن طاقة كبيرة صراحة في مسألة تنظيم مثل هذه البطولات. صراحة يشكرون عليها، وان شاء الله نشوف بطولات قادمة، وان شاء الله نشوف استمرارية حتى لهذه البطولة اللي هي بطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اللي صراحة استمتعنا مع اول مباراة لها وبانتظار المباراة الثانية بين اعتقد بين نايف الغالب وبين رغد الرشيدي. نعم، بين نايف الغالب ورغد الرشيدي، نايف ممثل المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، ورغد الرشيدي في كلية التقنية بالمدينة المنورة. خالد انا اعرف انك بالمدينة المنورة، يعني هل في سر يعني انت مدرب حق المدينة المنورة ولا لا؟ لانه شوف في لاعبين واصلين للنهاية او نصف النهائي. أنا بشكل خفي بالأمانة يعني كنت أتمنى مشاري يتقدم لمرحلة أكثر، بحكم أنه من المدينة المنورة، بحكم أنه من مدينتي، والآن بصراحة يعني أنا أتمنى رغد توصل النهاية بحكم أنها بإذن الله من المدينة المنورة. ممتاز، يعني لو ما وصلت رغد نعرف أن المدرب هو السبب. لا أنا ما دربت. ولا أدري، يعني ما دربت أحد. طيب ممتاز، ننتظر جاهزية المباراة، أعتقد دقائق بسيطة إن شاء الله يكون المباراة جاهزة. تتكلم أنت عن يعني بعض المشاكل أحيانا تكون ما هو يعني ما هو بيدك، أحيانا يكون في بعض المشكلة في السيرفرات اللعبة، أحيانا يكون في بعض المشكلة في مثلا عدم يعني خلينا نقول الحين بعض الاتصال يكون ما هو شابك مع اتصال خصمك، فمثل هذه الاشياء جدا متعودين عليها سواء في البطولات يعني حتى في البطولات العالميه نشوفها، بطولات اي سواء كانت كاس عالم او بطولات كاس عالم انديه، نشوف مثل هذه المشاكل يعني البسيطه والمشاكل خلينا نقول متعودين عليها واللي تكون دائما تحت السيطره، وان شاء الله وقت بسيطة ودقائق مع عادي يعني خلينا نقول بسيطة إن شاء الله ونبدأ فيها المباراة القادمة. طيب خالد الآن خلينا نقول لك اللي هو يحيى لما انتصر في النهائي وكسب ثقة
مشاري ايش الان اللي ممكن يحاول يعوضه في هذا البطوله في مساله مباراه المركز الثالث والرابع؟ ايش الافكار اللي ممكن يدخل فيها؟ ايش الفائده اللي ممكن يستفيدها بعد خسارته في المباراه الاولى؟ انا قلت لك فهد مشاري يعني ما كان سيء بصراحه، يعني ما ابدا ابدا ما كان سيء مشاري. كان مشاري مشكلته الوحيده فقط قدام الباب، يسوي كل شيء صح يجي قدام الباب ما ينهي بشكل سليم. الشيء اللي يبغى له يشتغل عليه هو انهاء، يحاول ياخذ اللفه الزائده، اللمسه الزائده اللي تخليه يضمن الهدف بنسبه 100%. بورول يسحب الحارس بشكل افضل، يهيئ وضعيه اللاعب بشكل افضل للشوت، اي فكره كانت ممكن ينفذها عشان يضمن الهدف بنسبه 100% بدل ما يكون مثلا الهدف 60% او 70%. ممتاز. قاعدين نشوف الان اللي هو نايف الغالب الممثل المعهد الصناعي ثانوي بمكه المكرمه، قاعد نشوف الان ماخذ ليفربول. اي راح نشوف فريق جديد ليفربول. نعم ليفربول قاعد يحاول انه يبني الخطط اللي ممكن قد يحتاجها في هذه المباراة. قاعد يشوفها جهز خطة 4-2-3-1، جهز خطة 4-2-4، وجهز خطة 4-12-12. يعني واضح انه قاعد يجهز لوضع الدفاعي ولوضع الهجومي والوضع اللي راح يبدأ فيه المباراة. فقاعدين نشوف افكار جدا ممتازة، قاعدين نشوف حضور ذهني جدا رائع من اللاعبين المشاركين. بالمقابل قاعدين نشوف رغد رشيد يتوقع أنها جاهزة ومجهزة الأمور التكتيكية والأمور الفنية عند رغد. قاعدين نشوف حتى الآن خمسة دفاع برضو قاعد يلعب بهذه الخطة. يعني عندك خالد، يعني إحنا أنت أنا وأنت عارفين، لكن نبغى يعني نوضح الصورة عند بعض المتابعين أو بعض المشاهدين، أنه عندك إمكانية أنك تجهز خمس خطط في المباراة، مش بس خطة واحدة تبدأ فيها، لا أنك تجهز خمس خطط بضغطة زر. أنت تقدر تغير الخطة اللي أنت تبغاها وسط المباراة، تقدر تختار الطريقة اللي أنت تحتاجها في وسط مجريات المباراة. فحنا هنا نتكلم عن موضوع بغض النظر عن الموضوع الفني أو الموضوع المهاري أو الموضوع اللي خلينا نقول لك الواحد لما يكون حريف فيفا برضو يحتاج إنه يكون خلينا نقول لك ذهنيا حاضر، يكون يعني خلينا نقول لك هو لاعب الآن أصبح لاعب وأصبح مدرب، أصبح طبيب نفسي حتى في لعبة فيفا 21. أصبح اللاعب يحتاج للجميع هذه العوامل حتى إنه يكون لاعب محترف يا خالد. صحيح، يعني أنت لما تحط هذه الخطط من بداية المباراة أنت قاعد تجهز نفسك لجميع الاحتمالات اللي ممكن تصير لك في المباراة، سواء تتقدم المباراة تستمر بالتعادل، تشوف أنه مثلا الخطة مش مناسبة لهذا الشيء وتحاول تغيرها، بعد مثلا تكون مهزوم تحاول أنك بعدين ترجع للمباراة، تكون لك مثلا خطة أنه أنا الآن لسه مو الهجوم الساحق اللي المفروض أنه أقدم كل اللاعبين، لا في خطة هجومية أفضل حتى أنها تكون هجومية أكثر فيها مخاطرة شوية، وأكيد يكون مثلا في خطة هجومية خلاص يعني اللي تخاطر وتسوي كل شيء خطير. جميل جدا. طيب بدأت المباراة الآن بين نايف الغالب و رغد الرشيدي. رغد الرشيدي منتخب فرنسا أكيد من الفرق الشائعة صراحة، دائما أنك تشوف منتخب فرنسا، تشوف ممكن ليفربول، تشوف أحيانا بعض اللاعبين ممكن يأخذ فريق زي مثلا برشلونة بحكم تواجد ميسي، تواجد غريزمان، تواجد ديمبلي، تواجد لينجليت، تواجد لعيبة يعني جيدين على مستوى الكيك أوف. فموعدين إن شاء الله مباراة جدا مهمة، مباراة نصف نهائي، مباراة التعويض فيها جدا صعب. نشوف فيه ابتسامة من نايف، يعني واضح فيه ارتياح كبير على مستوى الجاهزية النفسية. ننتظر الآن بداية المباراة. ممكن كان فيه بعض التجهيز من رغد أو من نايف. طيب بدأت الآن المباراة. نذكر بأن رغد الرشيدي بفرنسا تلعب بمنتخب فرنسا، ونايف يلعب بمنتخب أو عفوا بفريق ليفربول. أكيد الآن إحنا راح نشوف الأفكار اللي كانوا مجهزينها في المباراة، وراح نشوف الطريقة اللي ممكن يلعبون فيها هذه المباراة. بسم الله. على الطرف الأيسر عندك وينالدوم،
عندك روبرتسون، عندك عناصر جدا مميزة يا نايف في هذه المباراة. واضح حاط لك فيرمينيو في شو اسمه فيرمينيو في صانع اللعب، أتوقع في مشكلة تقنية أو مشكلة في الاتصال بين نايف وبين رغد الرشيدي. أمور إن شاء الله جدا بسيطة، قادرين على حلها، وإن شاء الله نشوف إيش ممكن يصير في الدقائق القادمة. مبدئيا إحنا عرفنا إنه في خالد الفريق اللي تلعب فيه رغد، وعرفنا الفريق اللي تلعب فيه نايف. نايف شفنا الفكر التكتيكي اللي عنده، شفنا جاهزيته، شفنا الطريقة اللي حاول إنه يبنيها من بدري. ممكن كان في عدم رضا من نايف من ناحية إنه يبغى يلعب باتصال يكون أفضل، أبسط حقوق يعني كلاعب إنه دائما يلعب ب يعني خلينا نقول باتصال جيد، أو يلعب بعدم وجود أي تعثرات لا تمنع من إنه يفرض أسلوبه أو يفرض طريقته في الملعب. لكن الأمور جدا بسيطة، إن شاء الله قادرين إن نجمع اللاعبين إن شاء الله في الدقائق القادمة، وإن نبدأ المباراة من جديد، ونشوف الطرف الثاني المتاهل لهذه البطولة. نذكر إنه البطولة تحظى باهتمام جدا كبير، تحظى ب يعني خلينا نقول سواء تتكلم عن تشريف في هنا في مركز ريس من سعادة الدكتور راشد الزهراني نائب محافظة التدريب، وأيضا برعاية مباشرة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد. يعني وجود مثل هذا الأشخاص يعني يعطي اهتمام كبير جدا للبطولة، ويعطي خلينا نقولك حافز جدا للاعبين إنهم يثبتون إمكانياتهم أمام مثل هذه الشخصيات المهمة والمشرفة صراحة في هذه البطولة. طيب ننتظر الآن ممكن جاهزية، ما أدري إذا جهزوا أو لا، أعتقد لسه الآن حد الآن ما جهزوا اللاعبين بانتظارهم وبانتظار بداية المباراة الثانية، تحديد الطرف النهائي بين رغد وبين نايف الغالب. ياسر أكيد بحكم أنك تلعب وبحكم أنك لاعب وشرفتنا في البطولة الأخيرة كبطل في غرب آسيا، أنه أنك تلعب على مثل هذه الظروف، أنك تلعب بمثل هذا الاتصال، كيف تتعامل مع مثل هذه الظروف يا ياسر؟ صحيح، يعني الاتصال هو شيء مهم صراحة، يعني شيء يفرق بالجيم بلاي. يعني مثل ما شفت فهد آخر مباراتين أو آخر أربع مباريات كانت بالبطولة كانت ضد لاعب الهند على برج واحد أو بر واحد، شيء صعب يعني. بس لازم أنت عشان تكون بطل، عشان تفوز بشيء، لازم يعني تتعايش مع الظروف، لازم تحاول تتعود، تحاول يعني تمارس في مثل هذه الظروف عشان تستفيد مستقبلا، وممكن تصير مثل المشاكل. صحيح، يعني المفترض أنه يتعود على مثل هذه المشاكل أو يتعود على مثل هذه الظروف خلينا نسميها، بحيث انه انت راح ما راح تقابل لعيبه فقط على مستوى المملكه، انت راح تمثل المملكه، راح تلعب مع ناس مثلا من الهند، راح تلعب مع ناس سواء من الخليج، سواء عرب، سواء اجانب. فدائما او الافضل دائما انك تتعود على مثل هذه الظروف يا نايف او يا رغد، تتعودون على مثل هذه الظروف، لانكم في يوم من الايام باذن الله راح تمثلون المملكه في بطولات اخرى، على خلينا ما نقول بطولات محلية، إن شاء الله حتى على بطولات خارجية. فإن شاء الله مثل هذه الظروف إحنا ما ودنا فيه، لكن لو حصلت المفترض أنك دائما تتعود على مثل هذه الظروف. خالد بسألك سؤال، إحنا شفنا مثلا المباراة الأولى اللي كان فيها حضور من نايف ومن يحيى، وشفنا المباراة الثانية اللي هي بين نايف وبين رغد. شفنا الفرق
مباراة كانت خصمين مواجهين لبعض في نفس المكان في نفس المحل، وفي مباراة عن طريق الأونلاين. إيش اللي يفرق يا خالد لما تكون أنت مباراتك أنت أونلاين لما تكون أنت مباراتك حضوري، أو أنت شو تفضل؟ دائما وابدا انا افضل الحضوري، فدائما وابدا الحضوري يكون افضل، لانك انت تكون مقتنع انه انا وخصمي قاعدين نلعب على نفس الاتصال، بمعنى انه خلاص انا وخصمي اللعب عنده زي ما هو عندي. لما يكون اونلاين بعض الاحيان توسوس انه والله اللعب عند خصمي يكون افضل من عندي، وهذا الشيء بشكل ضغط عليه، وهذا الشكل اكيد انه بياثر على مستواي. صحيح. وفي جانب ثاني اللي هو الجانب النفسي يا ياسر الحارثي، تتفق معي ان الجانب النفسي يكون في ضغوطات اكبر على مستوى البطولات اللوكال او نسميها البطولات اللي تكون في نفس المحليه اللي في نفس اللوكيشن الحضوريه تقصد؟ نعم البطولات الحضوريه. صحيح، يعني الضغط موجود بكل البطولات، يعني خصوصا بطولات الايفنت تلعب ضد ناس لها اسماء، تكون يعني اول مشاركه لك، يكون عندك هدف مثلا معين، اكيد بتعيش ضغط نفسي، اكيد بتعيش يعني اجواء ممكن انك ما عشتها قبل كذا، لكن لازم تتغلب على الاشياء هذه. لازم عشان تكون بطل لازم يعني تتغلب على كل الظروف، سواء ضغط سواء توتر سواء يعني اي شيء كان، يعني عشان تنجز. صحيح، مثل هذه الظروف يا ياسر تتكلم عن فرق انك تجلس قدام كاميرات، تتكلم عن فرق انك تشوف خصمك قدامك، تتكلم على ظرف انك تشوف حتى ممكن خصمك قاعد يحتفل، يعني مثل هذه الاشياء خلينا نقول لك الجانب النفسي كثير يشتغل فيها، وهذا ممكن بعض الاشياء اللي ممكن حتى تخلي مثلا بعض اللاعبين يقول لك لا والله انا ما اعرف العب اونلاين، اعرف العب مثلا اتحمس في البطولات اللي يكون فيها او البطولات الحضوريه. في بعض الناس يقول لك لا والله انا اخاف، ما احب اجواء الكاميرات، ما احب اجواء المقابلات، الضغط، النقل، الكومنتات، المعلق ما احب اسمعه، الحضور ما احب اسمع تصفيق مثلا لما يكون خصمي يسجل هدف. ف جميع هذه الأشياء إذا أنت تخطيتها أتكلم نفسياً راح تكون جاهز جداً للمنافسة، أنا متأكد، سواء كان مستواك جداً عالي أو كان مستواك أقل. في مثل هذه البطولات دائماً تحتاج أن يكون عندك جاهزية، يحتاج أن يكون عندك خبرة، تحتاج يكون عندك يعني تهيئ نفسي جداً كبير بحيث أنك تأدي يعني في مثل هذه المباريات. ننتظر إن شاء الله الآن المباراة بين نايف ورغد، أتوقع أنها جاهزة المباراة، أعتقد أنهم خلاص جاهزين، مجرد ما أنهم يدخلون مع بعض يبدون المباراة. انتظار جاهزية رغد. ننتظر ال